السلام عليكم. Potentially pathogenic free living amoeba، ده موضوع مهم جدا. احنا عندنا الاميبا، الاميبا ده عيلة كبيرة جدا في تحتها ثلاث عائلات. اول عيلة فيهم اللي هي الباثوجينيك، باثوجينيك اللي هي الشريرة اللي بتعمل لي مرض، تمام، وهي حاجة واحدة بس اللي هي الانتاميبا هيستوريتيكا، دي اللي بتعمل لي المرض المشهور اللي هو ديزنتري، وبتعمل لي اللي هي فلاسك شيب ألسر في لارج انتستين، وموجودة يعني بتيجي لاغلب الناس. العيلة التانية اللي هي الكومنسال، الكومنسال دي الطيبين اللي قاعدين في لارج انتستين ما بيعملوش اي مشاكل خالص، ومنها اللي هي الانتاميبا كولاي واخواتها. وعندي اخر عيلة اللي هي البوتنشالي باثوجينيك فري ليفينج اميبا، دي خطيرة جدا. موجودة فين؟ موجودة في التربة، موجودة في المية، موجودة في الانفايرومنت حوالينا، ولكن في أحيان معينة وتحت ظروف خاصة اللي هي المناعة العيانة ما تكون قليلة، عشان كده بنسميها opportunistic، إن ده انتهازي لما يكون المناعة الشخص ده قليلة، فهي بتتحول لباثوجينيك وتصيب الإنسان وتعمل لي أمراض خطيرة. ليه أمراض خطيرة؟ إن هي بتدخل مباشرة على البرين. فالنهاردة هنتكلم في موضوعنا عن آخر عيلة اللي هي البوتنشالي باثوجينيك فري ليفينج أميبا، وهي في منها نوعين، الأكانس أميبا والنجلاريا فاولراي. الأكانس أميبا يعني إيه أكانس أميبا؟ أكانس يعني أشواك، فدي اللي هي التروفوزويد بتاعها زي ما احنا نشوف هيبقى طالع منه سباين لايك زودوبوديا، بيبقى طالع منه أشواك. أما النجلاريا تسمت كده نسبة للعالم، العالم اللي اكتشفها. طيب هنمسك الأكانس أميبا، هي موجودة في المية والتربة، وده مرض مميت ولكن بيبقى كرونيك كورس، يعني بياخد له وقت مثلا من شهور لسنين. أما النجلاريا ده خطير جدا، ده في خلال أسبوع تقريبا، ده لو العيان يعني لحق ما لحقناهوش، ده بيبقى العيان ضاي في خلال أسبوع بالكتير. الأكانس أميبا في تو فورمز، تمام، اللي هي تروفوزويد وسيست. التروفوزويد ده بيبقى شكله عامل ازاي؟ بيبقى شكله اللي هو الصوره اللي على الشمال، بيبقى الريجولر وليه سباين لايك زودوبوديا، في اشواك طالعه من التروفوزويد، وبيبقى سنجل نيوكليوس، وبيبقى شكله اميبويد فورم. اما السيست بتبقى اسفيريكال زي ما احنا شايفين، وبتبقى الريجولر اوت لاين وليها سنجل نيوكليوس. على النجلاريا على الناحيه الثانيه بيبقى برضو تو فورمز اللي هي تروفوزويد والسيست، بس هنا في فرق، التروفوزويد بتبقى شكلين يعني نوعين، اميبويد فورم وفلاجيليت فورم. كان في الاكانس اميبا كان اميبويد فورم بس، لكن في النجلاريا التروفوزويد بيبقى نوعين، اميبويد وفلاجيليت. الاميبويد بيبقى شكله الريجولر وليه سنجل نيوكليوس، الفلاجيليت اللي هي الصوره اللي في النص ده بيبقى ليه تو فلاجيلي طالع منها، والسيست بتبقى اسفيريكال وليها سنجل نيوكليوس. بتوصل لي ازاي الاكانس اميبا؟ الاكانس اميبا بتدخل عن طريق اللي هي اللور ريسبيراتوري تراكت، تمام، او ألسريتد سكين، يعني السكين بيبقى لازما فيه ألسر وتدخل من خلاله، وبتدخل لي على البلط ومنها للبرين وتعمل لي جرانيلوما. جرانيلوما يعني ايه؟ اتفقنا الجرانيلوما دي ان هتبقى البرازيت في النص، يبقى الاميبا هيبقى في النص وحواليها خلايا المناعه زي الليمفوسايت زي الماكروفيج، وبتبقى في حجم الليمونه. فتخيل ان في حجم حاجه كده، حجم الليمونه فوكال ليجن موجوده في البرين، ده بنسميه سبيس اوكوباينج ليجن، وهيعمل لي طبعا مشاكل زي ما احنا ايه هنشوف. اما النجلاريا بتوصل لي ازاي؟ عن طريق النيزل روت، تبقى بتوصل عن طريق نيزل روت. ازاي؟ دي بتيجي عن طريق السباحه في الشواطئ والبسين، ده غالبا بيبقى طفل او راجل نزل في الشاطئ، الشاطئ ده كونتامينيتد يعني فيه النجلاريا، واخدها عن طريق الانف وبعد كده وصلت للمخ مباشره. طيب الأكانس أميبا بتعمل لي ايه؟ بتعمل لي حاجه اسمها جرانيلوميتاس اميبيك انكيفالايتس. جرانيلوميتاس اميبيك انكيفاليتس دي عبارة عن جرانيلوما موجودة في البرين، ممكن تكون واحدة او اتنين او اكتر. طيب العيان هيشتكي لي من ايه؟ اول حاجة اللي هي رقم واحد فاهم ده قلنا اختصار لايه؟ فيفر انوركسيا هيديك ماليز، ودي اعراض برد عادية بيبتدي بيها المرض. بعد كده هيبقى فيه فوكال جرانيلوميتاس ليجن، يعني في ليجن في حجم الليمونه كده موجود في البرين، وقلنا ده سبيس اوكوباينج ليجن، بيعمل لي ايه؟ بيزود لي الانتراكرينيال تنشن، هنلاقي فيه ضغط المخ بيزيد، وضغط المخ لو زاد بيشتكي المريض من ايه؟ بيشتكي شويه مانيفستيشن كده اللي هم ايه؟ اول حاجه هيدك،
هيبقى عنده هيدك جامد جدا. وفوميتنج، الفوميتنج ده ليه مميز جدا الخاص بانكريز انتراكرينيال تنشن، بنسميه بروجكتايل فوميتنج. يعني ايه؟ يعني الفوميتنج بيندفع لقدام وبيبقى فيه تأثر في المينتال ستيت، درجة الوعي والتركيز بتبقى فيها تأثر. وكمان ممكن العيان يخش في كوما غيبوبة، وممكن يحصل كمان كونفولجن، طبعا على حسب مكان الجرانيولوما. يعني لو ضغطت على مركز الحركة العيان هيبقى عنده شلل، لو ضغطت على مركز العين هيبقى عنده بلايندنس، تمام، ممكن تضغط على أي مركز تاني. طيب وكمان في حاجه العيان هيشتكي منها اللي هي نيك ستيفنس، يعني يقول رقبتي ناشفه مش قادر احركها، ده بسبب ايه؟ نتيجه انكريز الانتراكرانيال تنشن. الاعراض كلها اللي احنا قلناها دي مش خاصه بالانكانسبيبه، لا دي اعراض بنسميها مانيفيستيشن اوف انكريز انتراكرانيال تنشن. دي اعراض بتحصل مع اي زياده في ضغط المخ، لو في اي برين ليجن، لو في ورم، لو في اي برين ليجن ممكن يحصل المانيفيستيشن دي. طيب احنا اتفقنا ان الامراض دي، الموضوع النهارده بيبقى opportunistic انتهازي، يعني مناعة العيان لو قليلة تمام هيبقى الموضوع خطير جدا. فالعيان ده لو عنده ايدز يبقى الموضوع هيبقى disseminated، يعني المرض هيروح لأورجانز تانية كمان. الكورس بتاع العيان بيبقى الكورس بتاع الديزيز بيبقى كرونيك مزمن، يعني ممكن ياخد له شهور لسنين، تمام. نيجي على الناحية التانية اللي هي النجلاريا. النجلاريا بتعملي حاجة اسمها بام، بام اللي هو برايمري أميبك منينجيو إنكيفاليتس. طيب العيان هيجي يشتكيني من ايه؟ رقم واحد برضو هيبقى عنده اللي هو الفاهم ده زي دور برد بسيط، بعد كده هيبقى فيه ديفيوز منينجيو إنكيفاليتس. ديفيوز منينجيو إنكيفاليتس يعني ده انفلاميشن واخد البرين بالمنينجيز، وده خطير جدا. في خلال أيام بنلاقي العيان دخل في كوما غيبوبة ويضاي، تمام، والكورس بتاعه بيبقى اكيوت ورابيدلي فيتال. ده بيبقى شخص راح حمام السباحه جه في خلال ايام عنده اعراض انكريز انتراكرانيال تنشن وفجاه ضاي، تمام. طيب الدياجنوزس هشخص ازاي؟ اولا في حاله الاكانسميبا رقم واحد في اي دياجنوزس اللي هو كلينيكال هيبقى العيان ده عنده مانيفيستاشن بتاع انكريز الانتراكرانيال تنشن. وتاني حاجة هطلب منه يعمل سي تي على البرين، هنلاقي فيه جرانيولوما. طبعا الجرانيولوما هنا سببها ممكن يكون اي حاجة، ده مش ديفينيتيف دايجنوزيس بس بيساعدني في التشخيص، تمام. الديفينيتيف دايجنوزيس بقى اللي انا اشخص بيه اكيد اللي هو السي اس اف، بسحب عينة سي اس اف اللي هو من سائل النخاع الشوكي من الظهر، من ظهر المريض، تمام، وببحث فيه عن التروفوزويد. وممكن التروفوزويد لو عدده قليل بعمل له كالتشر، بزرعه على ال NNA ميديا، ده بيبقى النون نيوترينت اجار، دي مزرعه، تمام، بحط عليها بكتيريا بس مش بحط عليها اي نيوترينت، والبكتيريا دي بيتغذى عليها التروفوزويد. النجلاريا بشخصها ازاي؟ رقم واحد برضو كلينيكال، بيبقى عنده مانيفيستيشن وفي انكريز انتراكرانيال تنشن، ده بيبقى زي ما احنا قلنا واحد راح حمام سباحه وبعد كده رجع في خلال يومين، لان هي بتيجي عن طريق كونتامينيتد ووتر، تمام، عن طريق الشواطئ والبسين وكده، تمام. ده راح حمام سباحه رجع في خلال يومين اشتكى بانكريز انتراكرانيال تنشن اللي هي الهيدك والنيك ستيفنس والكونفولجن والحاجات دي، تمام. وبعد كده لو ما تلحقش طبعا بيضاي في خلال ايام لان هو مرض خطير جدا. طيب بسحب عينه سي اس اف برده من النخاع الشوكي، تمام، وببحث فيها عن الاميبويد تروفوزويد. احنا قلنا هنا فيه اللي هو التروفوزويد والسيست. التروفوزويد بيبقى فيه منه شكلين اللي هو الاميبويد والفلاجيليت، وفيه كمان السيست. لا انا هنا في العينة السي اس اف انا ما بلاقيش الا الاميبويد فورم بتاع التروفوزويد، لا بلاقي الفلاجيليت ولا بلاقي السيست. وكمان بلاقي في السي اس اف ده بيبقى فيه ليكوسايتوزيس، يعني خلايا الوايت بيسيز بتبقى عاليه لان نتيجه فيه انفلاميشن، وكمان بيبقى بيرولنت يعني بيبقى فيه بص. طيب التريتمنت بعالج العيان ازاي؟ في حالة الأكانسميبا أنا عندي وقت لأن ده كورونيك كورس، تمام، وبياخد من شهور لسنين. فأنا عندي فيه فوكال ليجن موجود في البرين، ممكن أعمل له سيرجيكال ريموفر، أشيله جراحيا، تمام، وأروح أعطيه للمريض ده بعديها علاج اسمه كيتوكونازول. لكن بالنسبة للنجلاريا فولوراي ده خطير جدا، قلنا لو اتلحق يعني في خلال ايام، لو ما اتلحقش خلاص بيضاي، تمام، فلازم نلحقه بسرعة، ويكون مهم ان احنا نعرف ان هو ده نجلاريا ولا لا، ماشي. فلو طلع ان هو نجلاريا لازم نديله بسرعة دواء قوي اللي هو الانفوترسين بي،
ده بدي انترافينوس عن طريق الوريد او انتراسيكال. انتراسيكال اللي انا بحقنه في السباينال كورد. وكمان عندي بقى اخر حاجه اللي هو البريفنشن والكنترول. ازاي هعمل كنترول للنجلاريا؟ احنا قلنا ان هي بتيجي عن طريق كونتامينيتد ووتر، فانا بعمل ايه؟ افويد الكونتامينيتد ووتر، ما حدش يروح الاماكن اللي هي معروف طبعا بيبقى ايه عليها علامه كده ان في هنا الميه دي كونتامينيتد، يبقى خلاص ما حدش ايه يدخل فيها. او اعمل ايه؟ كلورينيشن للووتر، الكلور بيموت الايه النجلاريا. في بس اخر حاجه ان الاكانساميبا غير ان هي بتعمل جانينوميتس اميبك انكفاليتس، بتعمل لي حاجه اسمها الاكانساميبا كيراتيتس، ودي بتيجي في الاي من اسمها، بتيجي في الاي افكشن للكورنيا. تمام، عشان العيان ده يتصاب بالاكانساميبا كيراتيتس لازم لي يكون في شرط في الاول اللي هو الكورنيال تروما، يكون في كورنيال تروما. تمام، وبعد كده بعد الكورنيال تروما ده الشخص ده بيبقى غالبا واحده فيميل وبتلبس اللي هي العدسات اللي هي كونتاكت لينز، مش مهتميه بنظافه العدسات دي، او العدسه دي لو كونتامينيتد بالاكانساميبا فهي نفسها ممكن تعمل لي كورنيال تروما ويدخل الاكانساميبا جوه الكورنيا، او عن طريق كونتامينيتد ووتر، حد بيسبح في ميه فيها الاكانساميبا وعنده كورنيال تروما بسيطه فتروح داخله الاكانساميبا في الكورنيا، هتعمل لي ايه؟ العيان هيشتكي من سيفير بين. تمام، لان هي بتاكل في الكورنيا، وكورنيال ألسر، في قرحة في الكورنيا، وطبعا مش هيبقى شايف كويس. وطبعا قلنا الأمراض دي أوبورتيونستيك انتهازية، فلو العيان ده عنده أي مرض بيقلل المناعة زي الإيدز يبقى الموضوع هيبقى أخطر، فممكن يحصل له بيرفوريشن أو إندوفسالمايتس. إندوفسالمايتس ده الالتهاب مش واخد بس القرنية بتاع العين، لا ده واخد العين كلها، وده خطير جدا. طيب الدياجنوزيس هشخصها ازاي؟ هعمل كورنيال سكرابنج وابحث فيها عن الاكانساميبا. الكنترول اللي هي بروبر كير للكورنيال لينس، ده اشهر سبب اللي هي الكونتاكت لينس، فلازم لو حد بيلبس عدسات يهتم بنظافه العدسات كويس ويجيب اللي هو المحلول الاصلي ويبقى مهتم بيها، وطبعا افويد الكونتامينيتد ووتر. والسلام عليكم.